بمناسبة عيد الحب، كاميراتنا في صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسألت الشباب عن الهدايا ومظاهر عيد الحب. سألنا الشباب عن ايه يا مصطفى؟ سألنا الشباب اشتريت هدايا ولا لسه؟ وطبعا التعليقات يعني مش عايز اقول لكم عامله ازاي، وايه هي اهم هديه جات لك في عيد الحب؟ خلينا نشوف تعليقات حضراتكم ونرجع تاني نتكلم عن عيد الحب. كل سنة وانتوا طيبين وكل عيد حب وانتوا مبسوطين وبتعبروا عن حبكم للي بتحبوهم. 14 فبراير بيحتفل العالم بعيد الحب، وطبعا مفيش احتفال من غير هدايا، فقلنا ننزل الشارع وندردش كده مع الناس ونشوفهم بيحتفلوا بعيد الحب ازاي، وكمان اخبار الهدايا ايه، الناس جابت هدايا ولا لسه. ونسأل بقى السؤال المهم، هل اشتريت اكتر من هدية لاكتر من حد؟ تعالوا بينا نشوف ونسمع الناس هتقول ايه عن عيد الحب. عايزة أسألك، بتحتفلي بعيد الحب ازاي؟ لا انا سنجل من زمان قوي ما بحتفلش، كان نفسي ابقى معاكم واجرب الشعور ده بس لا. قولي لي، جبت هديه ولا لسه؟ لا جبت وجالي. انا كنت جايبه كتاب ومغلفاه في ورد، وكنت هديه لحد هو ماي بيست فريند و اي هاف فيلينجز فور هيم. قولي، جات لك هديه قبل كده في عيد الحب؟ كانت ايه وبكام؟ كان بورتريه، مرتلي عليه صورتي، كانت لي كلف حوالي 180 جنيه 170 جنيه، ما عداش ال 200 يعني. وانت جبت هديه لحد قبل كده؟ لا مفكر، مره بس ما كانش عيد حب، كان عيد ميلاد. جبت هديه ايه ولمين؟ جبت هديتين غاليين قوي قوي، صباح واميره. انا بتمنى ان الدنيا كلها تحب بعض، يعني عشان مش شرط يبقى في الارتباط بس، ان لازم نحب بعض، ففي ترابط كده. طب لو في حد حابه تقولي له بحبك تقولي لمين؟ ماما. الحب بجد جميل بين الناس كلها، مش شرط يعني عشان انا سنجل بقول الكلام ده، بس ده في العموم. يعني بتحتفلي بعيد الحب ازاي؟ في البيت بنام. مفيش اي احتفال من نوع معين كده؟ والله لا، ولا في هدايا ولا اي حاجه، ومصحف ما حد معبرني. بحب احتفل بيه على طول مع بابا وماما وكده، وبنحتفل وبيبقى اجمل عيد حب بجد بيعدي علينا. انا الصراحه مش بحتفل، بس يعني في مره بابايا جاب لي هديه وبحتفل مع اهلي يعني عادي. جبت هديه قبل كده؟ بجيب هديه لمامتي واختي وبابايا وكده واخويا. قلنا هتوصف حالتك في الفالنتين بكوبليه من اغنيه، الكوبليه ده ايه؟ طول عمري عايش وحداني، انسان اناني والشر فيا. حاولت الناس كتير، ده ما فيش كتير والظلم فيا.